بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم على قناة مصادر الحياة ومع فيديو جديد بعنوان تعرفي على علامات الحب الحقيقي عند الرجل. في الحقيقة أن هناك الحب الحقيقي أصبح نادرا في زمن طغى عليه المادة، فنادرا ما نجد الحب الحقيقي، والأدهى والأمر أن الكثير يجهل ما هو الحب الحقيقي في هذا الزمان. الحب كتعريف هو مشاعر أو طاقة روحانية تخرج من الإنسان أو تغير أشياء داخل الإنسان دون أن يشعر بها. وهناك أشياء عندما يكون الإنسان يحب تخرج منه دون أن يتحكم فيها. فالحب الحقيقي هو ما نتحدث عنه اليوم. أيضا يعني يجب أن ننبه أن الحب هو ما كان حبا شرعيا، أما خلاف ذلك فهذا مصيره إلى زوال، ولا نشجع عليه بأي حال من الأحوال. طب ما هي علامات الحب الحقيقي عند الرجل؟ وكلامنا موجه إلى الطرف الآخر، فاسمعي هذه الأشياء عندما تجدينها ستعرفي أن الذي أمامك يحبك حبا حقيقيا. أول حاجة قلنا أن الحب هو طاقة تخرج من الإنسان أو طاقة روحانية تؤثر على بعض أفعاله وحركاته. فأول شيء يظهر على الرجل الذي يحب حب حقيقي يظهر في العيون. فالمترجم الأول للحب هو لغة العيون قبل أن تنطق الألسنة، يعني قبل ما يقولك بحبك لابد أن تنطق عيونه بذلك. إزاي؟ هناك بريق للعيون، هناك بريق للعيون. هذا البريق تستطيع المرأة أن تحدد هل بريق عيون هذا الرجل تدل على حب حقيقي أم حب مزيف. واحد يسأل أو واحدة تسأل، الله، هو الحب بيغير في بريق العيون؟ نعم، الدراسات تقول أن الإنسان المحب أو أن الحب يغير فسيولوجيا في جسم الإنسان، بمعنى أنهم وجدوا أن الإنسان الذي يحب يتصف أو يطرأ عليه بعض التغيرات، منها أنه لا يحس بالألم، أي أن الإحساس بالحب والتفكير والتركيز في من يحب يعطيه عدم الإحساس بالألم إذا كان هناك ألم في جسمه. شيء آخر، حاجة أخرى، أن الإنسان المحب يفقد كثير من التركيز ويفقد كثير من الإحساس بما حوله. فالحب يعطي بريقا في العيون، تستطيع المرأة الذكية أن تفرق عند النظر في عيون زوجها هل هو يحبها حب حقيقي أم لا. من علامات الحب عند الرجل للمرأة
اللطف في الكلام والسؤال عنه، حتى وإن كان طبعه حاد في الكلام، فمع المرأة التي يحبها يكون لطيف في الكلام، هادئ، دائما يسأل عنها وعن أحوالها وعن أمورها وما حدث لها وشيء من هذا القبيل. النقطة الأخرى، معرفة الأمور التي تحبها والمناسبات، أو بمعنى أشمل معرفة الأشياء التي تحبها المرأة. فعندما يسأل الرجل عن ما هي الأشياء التي تحبها إنسان ما، هذا دليل قاطع على أنه يحبه. ليه؟ لأن هو بيسأل ليه؟ علشان يفعل هذه الأشياء التي هي تحبه، والمحب هو الذي يفعل الأشياء التي يحبها المحبوب. ده شيء طبيعي، المحب هو الذي يفعل الأشياء التي يحبها المحبوب، وهذا نوع من التقرب من الرجل إلى المرأة. النقطة اللي بعد كده هو النظر أو كثرة النظر خلسة. فالرجل الذي يحب حب حقيقي دائما يختلس النظر إلى من يحب دون أن تشعر هي، أو يحاول أن لا تشعر محبوبته. من علامات الحب الحقيقي عند الرجل، إذا كان هناك علاقة، خطوبة أو ما شابه ذلك، أنه دائما يتحدث أو يتكلم عن المستقبل ومخططه للمستقبل، كيف سيبني حياته من إحضار بيت، الزوجية، العمل، الأولاد، الأمور المادية وغير ذلك من الأمور، ليدلل أو يثبت لمن يحب أمامه أو الطرف الآخر أنه جاد في هذه العلاقة، لا يتسلى بها. فهذا دليل على أن هذا الرجل يحب حب حقيقي. هناك علامة أخرى جدت مع التطور الحديث أو مع الأمور الحديثة، وهو عندما يرن الهاتف المحمول يتعمد الرجل الذي يحب حب حقيقي أن يرد أمامك. ليه؟ ليثبت لك أنه ليس هناك غيرك في حياته، ولذلك فهو يرد على التلفون أمامك بدون خوف، ينفي بذلك يعني حدوث علاقة عاطفية مع إنسانة أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك طبعا من يأخذون هذه خدعة، ويكون التلفون الذي بيده فيه 2 خط، عندما يجلس معك أو يكون معك أو يلقاك طبعا بيحط خط التليفون اللي ما فيش النمر الاخرى او اللي ما حدش عارفه، ده طبعا من الخدع. ايضا من علامات الحب الحقيقي هو الاهتمام دائما بامور المرأة التي يحبها، والوقوف بجانبها في الظروف الصعبة وفي الأمور التي تحتاج إلى الوقوف. هناك أشياء أو أنواع من الرجال يجب أن تعرفيه. الرجال بالنسبة للحب يمكن أن نقسمهم إلى 3 أقسام. القسم الأول هو رجل يقول أحبك يعني في أسرع مما تتخيلي، معرفة يوم 2 يقول لك أحب، هذا يعني متعود على كده، نقدر نقول كده بالعبارة
إنه متعود على ذلك، وهذا خادع، لا يريد حبا حقيقي ولكن يريد الوقوع بك، فلا تأمني لمثل هذا النوع من الرجال. أما النوع الثاني فهو رجل يحب ولكن يكتم حبه مدة طويلة ولا يعترف به أبدا. وتعرفي حبه من العلامات اللي احنا ذكرناها سابقا. وهذا الرجل يكتم كلمة أحبك لعدة أشياء، إما لأن هذا الرجل يعتبر الاعتراف بالحب نقص من شخصيته، فهذا صاحب شخصية، أو أن شخصيته ضعيفة لا يستطيع أن يواجهك بحبه أو بالاعتراف بحبه. هذا الرجل صادق، ولكن عليك أن تثبتي صدقه من العلامات التي سبقت إذا كانت متوفرة لديه. النوع الثالث من الرجال، وهذا النوع هو الذي يعترف بعد مدة حبه لك ويبرهن ويثبت بالعلامات السابقة. هذا الرجل قوي الشخصية، يعني تقدري تقول عليه رجل مكتمل في شخصيته، متزن في أفعاله وأقواله. دول 3 أنواع من أنواع الرجال التي يمكن أن تواجهيها أو تقابليه. شيء آخر قبل أن ننهي هذا الحديث، وهو أن الحب له استمرارية، أو له أسير، أو له وقود لابد أن يوجد بين الرجل والمرأة حتى يستمر هذا الحب. هذا الوقود أو هذه الطاقة التي تدفع الاستمرار لهذا الحب، منها التضحية، الصدق، الأمانة. هذه الأشياء كلها تؤدي إلى الاستمرارية في الحب. أما إذا كان الحب هو مطالبة الطرف، كل طرف يطالب الطرف الآخر بحقوقه دون أن ينظر إلى ما عليه، يطلب ما له ولا ينظر إلى ما عليه، فهذا الحب ليس لا يدوم طويلا. نعلم جميعا أن الحب الحقيقي له أساسان. الأساس الأول هو السكينة، والأساس الثاني هو الرحمة. السكينة هذا قمة الحب وأمتع الحب، عندما يجد الرجل السكينة مع زوجته، وتجد الزوجة السكينة مع زوجها. أما العنصر الآخر وهو الرحمة، فهذه وجدت إذا كره أحد الطرفين الطرف الآخر، أو كره منه بعض الصفات، فلا بد أن يكون هناك رحمة من كل طرف للآخر حتى تستمر هذه العلاقة. وهذا مأخوذ من آية في القرآن الكريم، والتي تقول: وجعل من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ننهي الحديث بأنه على المرأة أن تعلم دائما أنه لكي تحتفظ بزوجها لابد أن تعامليه بما تحب أن تعاملي به طفلا
صغيرا، ولنا لقاء آخر في كيف تتعامل المرأة وتحتفظ بزوجها. إلى هنا ننهي هذا الحديث. لا تنسى الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات والضغط على لايك، وإذا عجبك الفيديو فهذا بتوفيق من الله، وإن لم يعجبك فنحن نحاول دائما أن نعجبك. وإلى أن ألقاكم، عشتم في حب وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.